السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع كانفا موقع ضخم جدا، تمام. الميزة اللي فيه ان هو بيربطنا بمواقع كتيرة جدا ممكن ما تكونش عارفينها، زي مثلا الموقع اللي هنشوفه النهاردة. بيساعدك ان انت تعمل الصور باوربوينت، سي فيهات، حاجات كتيرة جدا، تمام. حاجات مفيدة مثلا للتعليم، للطلبة، حاجات لو انت هتعمل مثلا كارت، لو انت عايز تعمل عصف ذهني، بتلاقي حاجات كتيرة جاهزة. من ضمن الحاجات اللي هنشوفها النهاردة اللي هي الماجيك رايت، تمام. ممكن تقول له مثلا زي شات جي بي تي، اكتب لي قائمة طعام، اكتب لي كذا، يبدأ ان هو يكتبها لك. كل اللي عليك بس ان انت تكتب السطر الاولاني، الموضوع العام عن ايه، فيبدأ ان هو يقترح لك. ممكن تقول له والله انا مطلوب مني اكتب حاجة معينة ومش حاضرة في ذهني، فاقترح عليا افكار. يعني مثلا ممكن يطلب منك قصة او مسرحية او خطة للسفر، فيبدأ ان هو يجيب لك افكار تبدأ ان انت تبدأ منها، ما تبدأش من الصفر. تقدر تشتغل على اي على الحاجة اللي هو يديلك وتطور فيها. يقدر يعمل لك نصوص وخطة تفصيلية، يقدر يعمل لك فقرات، ممكن تديله مقالة هو يلخصها لك. الميزة ان هو ممكن يعمل لك جداول برضو، ففي شوية مزايا. وفي حاجات بقى متخصصة اكتر، يعني عايز عرض تقديمي، عايز ستوري بورد، عايز قائمة تدقيق، ودي حاجات تانية برضو موجودة في قلب كانفا. يعني ممكن يعمل لك كفر ليتر مثلا، وفي شوية حاجات ظريفة. من ضمن برضو حاجات منشئ القصص والحبكة المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، تمام. فمجرد ان انت بس تقول له ايه، انا بتكلم عن قصة مثلا بتدور عن كذا، هو يبدأ يألف لك القصة. خلينا نشوف مع بعض. هو كانفا مش مبرمج كل الحاجات دي، هو كانفا رابط نفسه بمواقع كتيرة جدا بتعمل الحاجات دي. يعني هو يعتبر وسيط في أغلب الحاجات دي. يعني حتى لو جيت أبس هنا هتلاقيه هو حاطط لك أبس كتيرة من مواقع تانية وكاتب أسمائها. بصراحة بيوفر لك إن أنت تلف على المواقع دي. طيب أنت بقى عايز تكتب إيه في القصة؟ وليكن مثلا قصة عن غزال شارد. ممكن تقول له قصة مفيدة أو قصة كذا أو قصة حزينة، قصة مفيدة للأطفال، عشان يبدأ إن هو إيه يسهل القصة. أجي هنا على علامة زائد وأقول له ماجيك رايتر، وأقول له تراي إت أوت، وأقول له بيقول لي اكتب لي 5 جمل. ممكن أقول له مفيدة عن غزال صغير شارد، وأقول له إيه جنريت، يبدأ بقى يألف لنا القصة. ممكن يكون هو بيروح لشات جي بي تي يسأله، مفيش مشكلة، تمام. بدأ يكتب لنا القصة. ممكن تعلم على القصة دي كلها وتقول له طب أنا عايز تفصل أكتر وهكذا. فدي من ضمن المزايا الجميلة في كانفا.